إيش أول شي تعملوا الصباح؟ إذا جاوبتم أنكم تفتحوا تلفوناتكم وتتصفحوا منصات التواصل الاجتماعي، فزيكم زي 56.8% من مستخدمين هذه المنصات حول العالم. وبحسب الدراسات إحنا بنقضي 15% من حياتنا وإحنا بنستخدم منصات التواصل الاجتماعي. قادرين تتخيلوا 15%؟ وتواجدنا على هذه المنصات بالكثافة هذه بيخلينا عرضة لأشياء كثيرة مثل التنمر والابتزاز الإلكتروني والأخبار الزائفة والمضللة وغيرها وغيرها وغيرها، اللي ممكن تتسبب لنا أضرار كثيرة، واحدة منها الإصابة بالاضطرابات النفسية والعقلية. بس كمان ما نقدرش ننكر فوائد هذه المنصات لو عرفنا نستخدمها صح، زي إنها مثلا بتخلينا قادرين على التواصل بسهولة ومشاركة أفكارنا وآراءنا والوصول إلى فرص العمل والتعليم بشكل أسهل. عشان كذا من المهم جدا إنه نركز على كيف نستخدم هذه المنصات بوعي عشان يكون وجودنا فيها آمن لنا ولغيرنا. قبل ما نكمل قولوا لنا كم بتقضوا وقت على منصات التواصل الاجتماعي في اليوم؟ جاوبونا في التعليقات. وهذه كانت 60 ثانية.